طيب هل الاجتماعات كده خلصت؟ الاجتماعات لسه ما خلصتش. امبارح كان في اجتماع كمان اخر لكابتن محمود الخطيب اللي عقده مع مسؤولي مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه لمناقشه العديد من المقترحات وكمان استراتيجيه عمل المؤسسه خلال الفتره المقبله، ده تمهيدا لعرضها على مجلس الامناء في اجتماعه المقبل. حضر الاجتماع ده كلا من الدكتور حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه، الدكتور محمد الصبان مستشار مجلس الاداره لتكنولوجيا المعلومات، والاستاذ حازم هاني مستشار مجلس الاداره للموارد البشرية، الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، وسامح واصف مساعد المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. استعرض مسؤول مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة اللي فاتت للبناء عليه وتنميته في خطة العمل المستقبلية للمؤسسة بما يحقق أكيد خدمة أعضاء وجماهير الأهلي وفقا لتوجيهات مجلس الإدارة. خلينا نروح نشوف جزء من هذا التقرير واللقاء ونرجع لكم. الاجتماع النهاردة كان في غاية الأهمية في حضور أول لقاء ما بين المجموعة كاملة في حضور السيد الأستاذ الدكتور حسن المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي المجتمعية، وهو واحد من القامات الكبيرة في نطاق العمل المجتمعي في الحقيقة، بالإضافة لعمله الرئيسي كأستاذ في الأكاديمية الطبية العسكرية. وفي الحقيقة احنا استفدنا بخبراته كبير بشكل كبير جدا في الفترة السابقة، وصدر قرار من مجلس الإدارة باختياره لمؤسسة الأهلي المجتمعي. كان في تصور بيتعرض على كابتن محمود النهارده في حضور مجموعه من الخبراء اللي بنستعين بينهم دايما، الاستاذ الدكتور محمد مستشار مجلس الاداره للشؤون التقنيه، ايضا الاستاذ حازم هاني وهو واحد ايضا من الخبراء في مجال الموارد البشريه، عشان يبقى في هيكله كامله وشامله. واعتقد ان كان في تصورات عرضها الاستاذ الدكتور حسن، ان شاء الله هتستمتعوا بيها والتصورات اللي هيقولها لحضراتكم. بصراحة أنا اتشرفت من فترة لما كابتن محمود عرض عليا المنصب، وقعدنا قبل كده كذا اجتماع، والنهاردة كان الاجتماع تقريبا شبه النهائي بعد ما حطينا الخطوط النهائية للمبادرات اللي هتقوم بيها أول جمعية أول مؤسسة لنادي في أفريقيا. يعني قبل كده كان في مبادرات في يوروب في اوروبا، لكن دي اول مبادره في افريقيا. وبصراحه دايما النادي الاهلي سباق في كل جديد واللي يفيد جميع اطياف المجتمع. المؤسسه دي تهدف نمره واحد واثنين وثلاثه للرياضه، وعلاقه الرياضه بكل المجتمع، علاقه الرياضه بالصحه، علاقه الرياضه بالتعليم، علاقه الرياضه بتحسين الاخلاق و الارتقاء بالمستوى الثقافي والرياضي لجميع أطياف المجتمع، مش أهلاوي ولا أي حاجة ولا أي نادي آخر، احنا لكل واحد طالب ان احنا نساعده هنساعده. وطبعا في حاجة تانية مهمة جدا، ان احنا لازم بنشارك أعضاء النادي الأهلي في طلباتهم واحتياجاتهم اللي احنا نقدر نساعدهم فيها. بصراحه هي كانت فكره محترمه وممتازه، واحنا لسه جاري العمل على الشكل النهائي، بس النهارده حسب تعليمات الكابتن محمود وصلنا لتقريبا الشكل النهائي اللي ان شاء الله هيتعرض على مجلس الامناء قريبا.